طيب بعد ما كنا عن بريك الارتري طبعا كامل الفرد ده كله ما حدش فيه عنده اي مشاكل، المشاكل كلها بدات من محاضره الفور ارم ثو، اتوقع يعني من كمان محاضره الهاند تمام، اللي هي بقى من البرانشات بتاعت الراديال ارتري والليله الغريبه دي. طيب هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ ادي البريك الارتري بعد ما وصل الكيوبيتال فوسه تمام، وكان جنبه من الناحيه ديت الميديال نيرف تمام، قال لك اول ما جه عند الراديال تيوبريستي اتقسم نصين، نص ميديال اسمه الالنر ارتري ونص لاترال اسمه ايه؟ اسمه الراديال ارتري. تمام؟ تمام. طيب هنتكلم عن كورس كل واحد فين؟ في الفور ارم. تمام؟ طيب والله مبداهم هم كلهم عباره عن ايه؟ قال لك والله كلهم الاثنين الراديال ارتري او الالنر ارتري، الاثنين بداوا من عند الايه؟ من عند الراديال تيوبريستي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب كايه؟ كترمينال برانشز لمين؟ للبريكيال ارتري. تمام؟ طيب وبعدين؟ ولا حاجه. والله بنمشي في الفور ارم ازاي؟ قال لك الفور ارم الراديوس ما خلاص ماشي الراديوس بيكون ماشي فوقيها كده الراديال ارتري تمام، ومغطيه من فوق عضله اسمها ايه؟ البريكيو راديالس. تمام، فده ماشي على الانتيريور اسبكت من الراديوس تمام، دي ب2 البريكيو راديالس تحتها يعني. طيب ده كده بيتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن المسل ريليشنز بتاعت الايه؟ الراديال ارتري والالنر ارتري. يعني ايه؟ يعني من الاخر بيمشوا ازاي بين فوقيهم ومين تحتيهم وهم ماشيين في الفور ارم. تمام. طيب الالنر ارتري بيمشي ما بين تو ماسلز، واحده من الديب جروب واحده من السوبرفيشال فيو من الجروب. تمام. طيب يعني مين اللي ماشي على عظمه؟ الراديال ارتري. مين اللي ماشي على عضله؟ الالنر ارتري. تمام. فالالنر ارتري بيبقى ماشي تحتيه سجاده الا وهي الايه؟ الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. تمام. وفوقيه غطا، ايه الغطا؟ الفليكسور كارباي النيرف. تمام. طيب هنا بقى هيتكلم بيقول لك ازاي بينتهوا، يعني ايه من الاخر؟ يعني ازاي بيدخلوا الهاند من الاخر، يعني ازاي بيدخلوا الهاند وبيدوا البرانشات النهائيه بتاعتهم. تمام. فبيجي يقول لك الراديال ارتري بيمشي بيرجع لورا، هو كان ماشي جاي من قدام يعني جاي كده اهوت. تمام. فبيجي اول ما بيوصل هنا عند الهاند عند الريست يقوم جاي ايه؟ طالع لورا فين؟ في الاناتوميكال سناف بوكس. تمام. يبقى اول ما بيجي عند الريست تمام، اول ما بيجي هنا اهو بيطلع ورا على ايه؟ على الاناتوميكال سناف بوكس، وثم ولا حاجه خالص، بيقعد على العظمه اللي هنا اللي اسمها الاسكافويد. تمام. في عظمه هنا في عظام الريست اسمها الاسكافويد بيقعد عليها. طيب وبعدين الراديال ارتري ده في طريقه بيدخل على البالم، انت شايفين هو جاي من قدام تمام وعايز يرجع لورا. تمام. رجع لورا قاعده في الاناتوميكال سناف بوكس، هو بقى دلوقتي عايز يدي برانشات في البالم، هيديها ازاي؟ قال لك والله بيخرم عضلتين تمام بعد التعديل، خلي بالكوا عشان الحته دي متعدله في كتاب الكليه. بعد التعديل هو بيعمل بايرسنج لايه؟ لتو ماسلز، واحده اسمها الانتر اوسيس دورسال تمام، واحده اسمها الفيرست انتر اوسيس دورسال، اول ماسل الانتر اوسياي ماسل الدورسال جروب تمام بيخرمها، وبعدين بيخرم الماسل اللي اسمها الادكتور بوليشس. الادكتور بوليشس دي اللي كان دكتور ايمن معلمها اللي هي بتبقى موجوده هنا. تمام. فهو بيجي من ورا كده يخرم ايه دي، ويقوم جاي خرم ديت ويطلع ايه على البالم يدي البرانشات بتاعته الايه الاخيره. تمام الكلام. تمام الكلام اللي هي كانت هنا، معلش ما خدتش بالي من الكلام. تمام. طيب بالنسبه للالنر ارتري ده غلبان خالص، ده بيقول لك ان هو بيعدي فوق ايه؟ الفليكسور ريتناكل. الفليكسور ريتناكل اللي بيبقى هنا بيبقى الالنر ارتري معدي من فوقيه بس. تمام. هنتكلم بقى دلوقتي عن البرانشات بتاعتهم فين، من اول الفور ارم لحد الهند.